معنا ضعنا في الأجواء قبيل انعقاد هذه القمة الطارئة. نعم سلام، بعد قليل ستفتتح هذه القمة الاستثنائية التي جاءت في ضوء القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونية ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. هذه القمة الإسلامية التي تعقد على مستوى القادة والزعماء والملوك ستبدأ أعمالها بعد قليل بكلمة افتتاحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبعد ذلك يتحدث السيد الرئيس محمود عباس عن هموم شعبنا وعن مخاطر هذا الاعتراف الأمريكي على العملية السياسية بأسرها، وستكون كلمة للملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. سيتحدث الزعماء والقادة عن خطورة هذا الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في وسط آمال من كل المتابعين من العرب والمسلمين بأهمية أن تخرج هذه القمة بقرارات تكون على مستوى التحديات التي تهدد القدس بمكانتها التاريخية والدينية للعرب والمسلمين بشكل عام. حجم الآمال لدى الشارع التركي الذي تابعنا معه منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى إسطنبول كبيرة جدا باتجاه دعم هذا المؤتمر لمواقف القيادة السياسية الفلسطينية التي رفضت منذ اللحظة الأولى القرار الأمريكي، وأكدت أن أمريكا لم تعد راعية للعملية السياسية، إضافة إلى تطلعات شعبنا بضرورة أن يتحمل الكل الإسلامي والعربي مسؤولياته تجاه المدينة المحتلة وتجاه أبناء شعبنا من المقدسيين الذين يقفون في الصف الأول مدافعين عن هذه المدينة الإسلامية والمسيحية في وجه سياسات التهويد، ويرفضون كل القرارات التي تؤكد أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، بل يقفون بصدورهم العارية مدافعين عن هذه المدينة المحتلة مؤكدين على عربيتها وعلى فلسطينيتها. من المتوقع أن تكون كلمة السيد الرئيس محمود عباس كلمة في غاية الأهمية بعد أن صدر موقفا أمام العالم بأسره برفضه أن تبقى أمريكا وسيطة للعملية السياسية بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل. عايد بالنسبة للمواعيد، متى ستكون كلمة السيد الرئيس وإلى متى تستمر أعمال هذه القمة حسب ما أطلعتم حتى الآن؟ يعني حسب المواعيد الآن هي 10 بالتوقيت فلسطين، من المفروض الآن أن تبدأ هذه القمة، وكما تشاهدون بالتأكيد أقصد عن كلمة السيد الرئيس وصول العديد من القادة والزعماء. كلمة السيد الرئيس عقب كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نعم، أعمال القمة تستمر يوما واحدا أم أن هناك احتمالية لأن يتم تمديدها حسب المداولات؟ حسب ما هو معلوم سلام، يوم واحد هي ستكون أعمال القمة هذا اليوم وفقط هذا اليوم، بعد ذلك سيكون بيان ختامي شرع وزراء الخارجية الدول الإسلامية على تقديم مسودته إلى الزعماء وسيقدم للاعتماد. نعم، شكرا جزيلا لموفدنا من اسطنبول الزميل عايد عوامر على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. إذن